السلام عليكم، يا مساء المحبة، يا مساء الود بيننا، والنجاح الدائم إن شاء الله. يلا نبدأ. الصلاة والسلام على سيد الخلق محمد الحبيب المصطفى، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ويلا حبوباتي، إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو كامل بخير وبأحسن الأحوال. ولأول مرة يشوفوا قناتي نقولكم مرحبا بكم في قناتكم أفكار وديكور نورية. وحبوباتي القدم نقولكم ربي يخليكم ليا وربي يحفظكم. يلا يلا حبوباتي، شير شير شير، والاشتراك والمشاهدة. يلا نساعد بعضنا ونشجع بعضنا، ونكون يد واحدة ونكون عائلة واحدة. يعني لازم نكون أجدع ناس، يعني أجدع ناس. المهم وصفتنا اليوم وصفة حلوة، ابنينا هي مقبلة، يعني خبيزات بالخضار، بالبصل والخضار. الخضار كيما بغيتوا أديروا. المهم حتى الأولاد تاعكم يعني يبغوا هذه المقبلات، يعني جود تحفة وبنان بنان بنان. تأكدوا باللي رايحة تعجبكم، خفيفة أظريفة، وتبعوا الفيديو للأخير. رايحة متأكدة باللي راح تعجبكم وتكتشفوا الوصفة. هنا عندي الجزر، عندي البصل، وعندي الزوج سنين ثوم، وعندي واحد فلفل حلو. تقدروا كذلك تضيفوا فلفل حار. المهم غسلتهم مليح وقشرتهم، ورايحة نبدا نقطع. هنا بديت نقطع في البصل، نقطعها قطع صغيرة تماما. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو، يعني خفيف أظريف، يعني خبيزات مقبلات. دير معهم سلطة، دير معهم حاجة أخرى، يعني كعشاء أو كفطور، يعني تجي تحفة. خبيزات بالخضر اقتصاديين سهلين وبكل بساطة. مهم نبدأ نقطع في البصل تاعنا، قطع صغيرة جدا. نكمل كذلك الحبة الثانية. ونبدأ في الجزر. هنا الجزر راح نبشره، نبشر الجزر من جهة الغليظة. يعني صحية وتحفة، تأكدوا بلي صحية ومغطية. حتى تقدروا هذه الوصفة تخدموها في الليمول، يعني يكونوا صغار تحطوهم في الفرن. أنا فقط قليتهم، يعني حطيتهم في مقلة وحطيت عليهم كمية قليلة تاع زيت، يعني قليتهم في كمية قليلة تاع زيت. المهم تقدروا كذلك تضعوهم في الفرن عادي. المهم ابشرت الجزر، نحطه كذلك على جنب. ونبدا كذلك نحط فلفل، فلفل حلو، نقطع فيه كذلك قطع صغيرة. تقدروا تضيفوا فلفل حار، يجوا تحفة وبنين في هذه الوصفة. بديت نحي في ال كيما في الصورة، ومن بعد نقطع فيه. حتى البن والله العظيم تجي بن ولا أربع، يعني نستغلوا الخضار، يعني وصفة صيفية. نقطع الفلفل الحلو تاعنا، نقولوا كذلك زوج سنين ثوم. تقدروا تضيفوا اي خضر تبعوها نتوما. انا وضعت مقله فيها مارغرين فقط،
يعني ما ضفت لا زيت لا حتى شيء، باش تعطينا هذيك البنه في الخضار تاعنا. نحط هنا عليهم البصل، ونقلي البصل حتى يذوب لنا، يذوب لنا هذاك البصل نقليه، لابد نقلي البصل تاعي امليه. هاد الخبيزات يعني حتى الاولاد تاعكم متاكده والله العظيم رايحه يعجبوهم، متاكده بلي رايحه يعجبوهم. قليت البصل مليح، نضيف له هنايا الثوم كذلك نقليه مع البصل باش يعطيني هذه البنه، نضيف لها كذلك الفلفل الحلو، يعني كل شيء مع بعض. من بعد نقليه شويه ونضيف له الجزر. كذلك كما في الصورة يعني نقليهم نندمجهم مع بعض، نندمجوا مليح الخضار تاعنا. بعد نبدا نضيف هنايا في التوابل فلفل اسود، الملح، ونقلي مليح. هنا اذا ضفتوا الفلفل الحار يعني ما تضيفوش فلفل اسود. قلي مليح الحشو تاعنا يعني الخبيزات، يعني مازال ماهمش خبيزات، المهم نقليهم مليح. كي تقلاو لي مليح شوفوا كيفاش رايحه، نحطهم في الطاس تاعي وخليهم حتى يبردوا، نولوا الجزء الثاني تاع الخبيزات تاعنا. فقط حبيت نشارك معكم يعني مجرد افكار، يعني كيفاش خبيزات، يعني كيفاش نقدروا نخدموا مقبله نضيفوها مع الاعشاء تاعنا. هنا نبدأ الجزء الثاني، الجزء الثاني هو زوج حبات بيض. هنايا تقدروا انا ضفت كذلك الحبه الثالثه، يعني شوفوا الخليطه تاعكم كيفاش يجي، المهم تبعوا الطريقه. زوج حبات بيض، هنايا كميه قليله تاع حليب، نبدو نضيفو الباقي. الملح، فلفل اسود، انا حبيت يكون بزياده باش تجينا الخبيزه يعني حاره وتجي بنينه. خلط مليح المقادير، نخلطهم جيدا. نضيف هنا الفرماج، كذلك باش يعطينا بنه شابه للخبيزات. نخلط مليح، يعني نخلطه جيدا باش يندمجوا الكل، ونضيف له الخليط اللي قليناه يعني الخضر اللي قليناه.
يعني جو تحفة، يعني خبيزات من أروع ما يكون، ويجو بنان وصحيين. احنا راهي يعني خليط شوية جاني راهو ناشف، ضفت له كذلك حبة تاع البيض، حنضيف له الحبة الثالثة تاع البيض يعني على حسب الخليط. ضفت له هنايا فقط نفس الطاس، يعني ما نكتروش الاواني بزاف علينا، نفس الطاس حطيت له حبة بيض، خلط كذلك وشوفوا القوام تاعه يعني الخبيزات كيفاش سايرين. تقدروا هنايا يعني في الخليط تحطوا خميرة الحلوى، يعني الخميرة الكيميائية، لكن هنا انا ما حبيتش نضيفها. هنا عندي مقلة حطيت فيها كمية قليلة تاع الزيت. انا تقدروا يعني تحطوها في الفرن، يعني في الليمول او مول يكون كذلك يعني كبير، تقدرون بعد تقطعوها عادي. المهم بديت فقط بالملعقة، يعني مجرد افكار، يعني تحيري وشديري كمقبلة. نعطيك الحل حتى في رمضان اجي من اروع ما يكون. قليهم مليح شوفوا كيفاش حتى يجي، يعني تكون هذيك التحميرة الشابة. نحمرهم مليح، منحوهم ونحطوهم في الطاس تاعنا. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ونكون في الحسن الظن تاعكم، وما تنسونيش باللايكات، اللايكات والمشاهدة والاشتراك، وما ننساوش الشير الشير الشير، يعني لازم نشجعوا بعضينا ونساعدوا بعضينا. راح تشوفوه في صحن التقديم من أروع ما يكون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا من له ستر علي جميل، هل لي إليك إذا اعتذرت قبول؟ أيدتني ورحمتني وسترتني كرما، فأنت لمن رجاك كفيل. وعصيت ثم رأيت عفوك واسعا، وعلي سترك دائما مسبول. فلك المحامد والممادح في الثناء، يا من هو المقصود والمسؤول. يا من هو المقصود والمسؤول.